خلينا كالعادة بنبدأ مع حضراتكم أول فقرات صباح الخير يا مصر بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد أمس أداء المستشار عدلي عبد الفتاح زايد اليمين الدستورية رئيسا لهيئة النيابة الإدارية. أيضا سيادة الرئيس منح المستشار عزة أبو زيد عبد الرحمن رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى. قرار رئيس جمهورية مصر العربية منح السيد المستشار عزة أبو زيد عبد الرحمن أبو زيد سلام رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديراً لخدماته الجليلة للدولة. قرار رئيس جمهورية مصر العربية يعين السيد المستشار عدلي عبد الفتاح جاد زايد رئيساً لهيئة النيابة الإدارية اعتباراً من 1/9/2022. أحسن لله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والصدق وأن أحترم الدستور والقانون. كمان امبارح كان في بالتأكيد مجموعة مهمة من الأخبار والموضوعات اللي حصلت، أبرزها الاجتماع الأسبوعي للحكومة، والأكد فيه الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس الوزراء على التواصل اليومي مع محافظ البنك المركزي، وكمان التنسيق الكامل بشأن المحاور الاقتصادية في الفترة القادمة، وكمان افتتاح رئيس الوزراء لسلسلة معارض أهلا مدارس، ده غير الجولة التفقدية للفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة لمشروعات مبادرة حياة كريمة في المنوفية والشرقية. في مجموعة من الأخبار اللي حصلت امبارح أهمها الاجتماع الأسبوعي للحكومة واللي أكد فيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إنه في اتصال يومي بيتم مع محافظ البنك المركزي للتنسيق الكامل بشأن عدد من المحاور الاقتصادية في الفترة المقبلة. كمان امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بشأن التقاضي عن بعد في الدعاوى المدنية بين وزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وده في إطار تطوير منظومة التقاضي وتنفيذ خطة التحول الرقمي لمختلف جهات الدولة. امبارح برضه تفقد الدكتور مصطفى مدبولي معرض أيادي مصرية اللي بيقام تحت إشراف وزارة التنمية المحلية وبيحمل عنوان بكل فخر صنع في مصر، وأشاد رئيس الوزراء بجودة المنتجات الموجودة في المعرض وأكد على دعم الدولة الكامل لزيادة نسبة المكون المحلي في مختلف عمليات التصنيع. برضه امبارح افتتح رئيس الوزراء المعرض الرئيسي لسلسلة معارض أهلا مدارس والمقام بصالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمدينة نصر، وأكد مدبولي على أن الدولة حريصة على تقديم مختلف صور الدعم الممكن من أجل المساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية. كمان امبارح الدكتور مصطفى مدبولي ألقى كلمة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة العادية الرابعة للجنة الفنية المتخصصة التابعة للاتحاد الإفريقي حول الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية، وقال رئيس الوزراء إن الدولة المصرية بقيادتها وحكومتها وكافة مؤسساتها مهتمة بالعمق الإفريقي والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات أجندة إفريقيا 2063، وكمان ترسيخ أسس ومقومات التكامل والتعاون مع القارة السمراء. امبارح برضه المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة مع الفريق أول كونستانينيوس فلوريس رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية. اللقاء تناول العلاقات العسكرية المصرية اليونانية المشتركة وسبل تعزيز التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين. كمان امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالمتابعة المستمرة لمبادرة حياة كريمة، تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة أعمال التطوير بقرية شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية وقرية جزيرة سعود التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال التطوير ونسب التنفيذ للمشروعات اللي بتتم وتذليل أي عقبات بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
امبارح برضو أكد المتحدث العسكري على مواصلة جهود القوات المسلحة في مجال إزالة مخلفات الحرب العالمية الثانية بالصحراء الغربية واللي بتمثل 22% من إجمالي مساحة مصر، وتم إزالة أكتر من 25 مليون لغم وجسم متفجر وزخائر خلال السنوات الماضية، وده ساهم في تنفيذ عدد من المشروعات العمرانية والتنموية المختلفة بالمناطق اللي تم إزالة تلك المخلفات منها واللي عادت على الدولة المصرية بالنفع في مختلف المجالات. زي ما تفضلي ابدا زي ما تابعنا مع حضراتكم الحقيقه في هذا التقرير بعض من اهم الاخبار اللي حصلت امبارح، طبعا من اهمها الاجتماع الاسبوعي للحكومه والموضوعات اللي ناقشها. طبعا كان في موضوعات كتير جدا الحقيقه، انا يعني من وجهه نظري اللي توقفت عنده كمان معرض اهل المدارس يا عبد الصمد. احنا شايفين في ظل التضخم العالمي وفي ظل ارتفاع الاسعار الدوله الحقيقه بتحاول تقوم بدور كبير جدا فإنها تسهل على المواطنين وإن هي تقدر إنه يعني نتعامل مع الموقف العالمي والأزمة الاقتصادية العالمية. احنا طبعا داخلين على المدارس خلاص وعارفين إنه وقت المدارس ده بيكون يعني في حاجات كتير جدا لازم تتجاب، إن كان لبس المدارس، إن كان المواد الغذائية، إن كان الأدوات اللي بيحتاجوها في المدرسة يا عبد الصمد، بيبقى في متطلبات كتير جدا. معرض ده معرض مهم جدا، أكيد بدوره ان هو يقدر يسهل على المواطنين بشكل كبير جدا ويقدر يساعدهم في ان هم يقدروا يلبوا طبعا ان كان طلبات المدارس او طلبات اولادهم. ده غير نقطه كمان مهمه جدا هو الاهتمام بالصناعه المصريه عبد الصمد. صحيح، توطين الصناعه. انا لفت نظري في مجموعه الاخبار اللي كانت موجوده في التقرير اللي فات ان القاسم المشترك الحقيقي اللي موجود، وفعلا بقى مش كلام والله انشا ولا حاجه، ان القاسم المشترك هو المواطن، تخفيف العبء من على كاهل المواطن. هنلاقي في أول الخبر اللي كان خاص بتطوير منظومة التقاضي ورقمنتها بيخفف الأعباء من على كاهل المواطن، بدل ما ينزل ويروح المحكمة، وانت عارفة الدورة القضائية كانت بتاخد في الماضي قد إيه، انت بتخففي ده ومنظومة التقاضي عن بعد، حاجة مهمة جدا وغاية في الأهمية. هنلاقي الخبر الآخر بتاع أهل المدارس برضو الهدف الرئيسي منه، وإحنا مقبلين بقى خلاص على بداية عام دراسي جديد، فكرة اللي انت بتخفضي الأسعار من 30-50% عن مثيلتها اللي موجودة في الأسواق. أعتقد مفيش حد أبدا بيكون مهتم هذا الاهتمام وبهذا الشكل بالمواطن غير هنا في مصر. في مصر بس هتلاقي ده اللي بيحصل، اللي انت ازاي الناس داخلة على موسم رمضان تلاقي اهلا رمضان وكان بيتعمل كده، كلنا واحد علشان خاطر تقلل السلع التموينية والاستهلاكية علشان تخفف للمواطن. كمان كان في امبارح خبر فكره زياده الدعم على البطاقه التموينيه. صحيح، الهدف منه بالظبط زياده استثنائيه لمده 6 شهور، الهدف الرئيسي فيها هو المواطن. فتلاقي القاسم المشترك، حتى خبر افريقيا اللي كان موجود كان الهدف منه ايه؟ تحقيق معدلات نمو والاهتمام بالعمق الافريقي في الاستراتيجيه الوطنيه او الاستراتيجيه التنميه المستدامه. خلاص الاهتمام بالعمق الافريقي، واعتقد شفنا ازاي مصر كانت مهتمه بالعمق الافريقي وازاي العلاقات المصريه الافريقيه بقت يعني في أعلى مستوياتها منذ تولي السيد الرئيس للاتحاد الإفريقي ورئاسة الاتحاد الإفريقي. طبعاً. فهو الهدف والشغل الشاغل اللي دايما بتسعى الدولة ليه هو فكرة اللي انت ازاي تحقق خدمة كويسة والخدمة دي تلقى استحسان وقبول من المواطن. من 30 نقطة كمان مهمة جدا يا بتصمد، يعني بالنسبة اللي بيحصل في العالم عامة، الأزمة الاقتصادية العالمية، حتى التضخم اللي احنا بنطلق عليه حتى اقتصاديا التضخم المستورد من الخارج. صحيح. كان ممكن ان احنا نتكلم انه هنعمل ايه، دي أزمة عالمية، أزمة اقتصادية عالمية، العالم كله بيعاني، وبالمناسبة بنشوف ده بيحصل في أكبر الدول وأكبر الاقتصاديات وأقواها. احنا شايفين الدولة بتتحرك، مش ان احنا بنعلق شماعة ما يحدث على الظروف الاقتصادية. لا، احنا بنحاول نساعد، بنحاول نقدم حلول بديلة. طبعا عارفين ان احنا ما عندناش حاجة اسمها تسعيرة جبرية، فبالتالي بيكون في طرق تانية موازية ان احنا نقدر نخفف. صحيح. عن كاهل المواطنين، ودي نقطة مهمة جدا. الناحية التانية بنحاول ان احنا نقوي الصناعة المصرية ونوطن الصناعة المصرية، فبالتالي بنوفر. صحيح. كمان فرص عمل، فبالتالي بنقدر كمان ان احنا نرجع مرة تانية الصناعة المصرية القوية. احنا عارفين ان احنا في وقت من الاوقات يا عبد الصمد. صحيح. الصناعة المصرية او جملة صنع في مصر لوحدها كان ليها سعرها، فاحنا بنحاول نرجع ليها تاني مرة تانية. ده مش هيحصل غير لما نقدر نوفر فرص عمل. بشارك، دي كانت كلمة دولة رئيس الوزراء امبارح في جهاز تنمية المشروعات
الراجل قال لك ايه؟ قال لك انا النهارده عندنا 200 عارض، سنه بعد سنه نسبه المكون المحلي اللي موجوده بترتفع، فده بيدل او يدل ان احنا ماشيين في الاتجاه الصحيح لتوطين الصناعه. طب الازمات اللي موجوده دي كلها يا جمانه اللي انت اتكلمتي عليها، سواء كانت الازمه الاوكرانيه او فيروس كورونا او غيرها، ايه اللي مخلي الاقتصاد المصري حتى الان قادر على زي ما بيقولوا تلقي الصدمات؟ مرونة الاقتصاد، تنوعه. سبب اللي انت كان عندك تنبؤ، كان عندك تخطيط جيد، فكره مشروعات قوميه كبرى اتعملت، زراعيه شفنا بقى الدلتا الجديدة، بنتكلم على تقريبا 2,200,000 فدان ركيزة أساسية لها مستقبل مصر، 1,200,000 فدان تقريبا، وشفنا توشكا إعادة إحياء مشروع كان خلاص اتقفل عليه ومحدش سمع عنه بعد ما قعدنا هي عندنا توشكا والناس كلها وخلاص توشكا مات. لا، رجعنا المشروعات القديمة أحيناها من أول وجديد علشان خاطر يكون عندنا نظرة مستقبلية. طبعاً والحمد لله النظرة المستقبلية دي هي اللي نفاتك النهاردة. يعني النهاردة بسبب وجود مكون محلي، مش هنقول اللي احنا وصلنا 100%، ودايما بنقول ان اللي حصل ده هو خطوة لسه من 1000 خطوة، واحنا لسه محتاجين كتير، لكن احتياجنا ده عمره ما هيجي غير بإرادة حقيقية منا احنا كمواطنين، ودافع قوي منا احنا كمواطنين في العمل والإنتاج. هي كانت منظومة متكاملة، عمرنا ما هنتغير غير بالعمل والإنتاج. طبعا منظومة متكاملة، لازم نبقى عارفين كويس جدا جدا احنا كنا فين، موقعنا كان فين فعلا، صحيح، واحنا بنعمل ايه، واكيد احنا يعني اكيد احنا كده ما اكتفيناش، اكيد احنا لسه محتاجين شغل اكتر بكتير. احنا لو بصينا بس للعالم الخارجي هنشوف هو سابق بقد ايه. احنا بنحاول ان احنا نواكب اللي حصل خلال السنين اللي فاتت، ان كان في التكنولوجيا، ان كانت في متطلبات سوق العمل، ان كان في الصناعه، في حاجات كتير جدا، قطاعات كتير جدا، حتى البنيه التحتيه اللي كانت موجوده في مصر قبل خلينا نقول مثلا قبل 7 سنين، حتى يعني حتى لا تليق بالمواطن المصري، لا تليق. الخدمات اللي كانت موجوده في المحافظات والمراكز والمدن الكبرى لا تليق بالمواطن المصري. عشان نقدر نقول المواطن عليك واجبات، لازم كان ياخد حقوقه، وده اللي حاصل دلوقتي. طيب خلينا نروح مع حضراتكم على اي حال لجوله للمحافظات، بما ان احنا كنا بنتكلم على المحافظات، معانا كمان مجموعه من الاخبار والاحداث المهمه اللي حصلت امبارح في محافظات مصر، ابرزها اعتماد جميع المنشات الطبيه التابعه للهيئه العامه للرعايه الصحيه في بورسعيد، واللي بتادي خدمه التامين الصحي الشامل. ايضا في الغربيه تم افتتاح 3 مدارس جديده في قرى حياه كريمه، وبني سويف تم تخصيص 32 فدان لاقامه ميناء جاف ومنطقة لوجستية، وأخبار تانية كتير هنعرفها مع حضراتكم في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من بورسعيد اللي أعلنت فيها الهيئة العامة للرعاية الصحية إنه تم اعتماد جميع منشآت الرعاية الصحية الأولية التابعة ليها في بورسعيد بنسبة 100%. المنشآت دي شملت 35 مركز ووحدة طب أسرة بتقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية لمنتفع التأمين الصحي الشامل. في الغربية تم افتتاح 3 مدارس بقرى مركز السنطة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. المدارس دي بتساهم في تخفيض الكثافة الطلابية بقرى مركز السنطة من خلال 55 فصل دراسي جديد. في الفيوم تم تحصين 105,000 رأس ماشية ضمن الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلعية وحمى الوادي المتصدع، واللي بدأت في 14 يوليو اللي فات. في شمال سيناء الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالعريش أطلقت فعاليات جديدة من البرنامج الرئاسي أهل مصر لخدمة شباب محافظة شمال سيناء، وده تنفيذاً لتوجيهات الدولة بتمكين وتأهيل ودمج الشباب. في بني سويف أعلن المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 32.93 فدان من الأراضي المملوكة للدولة بمركز الوسطي لاستخدامها في إقامة ميناء جاف ومنطقة لوجستية. في البحيرة أعلنت مديرية الشباب والرياضة عن حصولها على المركز الأول بالنسخة الرابعة لدور التميز السنة دي، واللي أقيم بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة. في كفر الشيخ أعلن المحافظ اللواء جمال نور الدين على الانتهاء من 52 مدرسة ما بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد.
في الأليوبية تم بدء الأعمال التحضيرية لمشروع ممشى أهل مصر المرحلة الثالثة جيم بمدينة بنها، والمرحلة دي هتبدأ من أمام مجلس مدينة بنها ولحد الملاهي الخاصة بنادي الشرطة. في الفيوم الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس الجامعة افتتح أولى جلسات مشاركة مستشفيات جامعة الفيوم ضمن منظومة الكشف الطبي عن بعد. في الغربية قال الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا إن قوافل الجامعة اللي انطلقت خلال يوليو وأغسطس بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ساهمت في محو أمية 820 مواطن في قرى الغربية.